ضيفتنا النهارده في مطبخ لايف ستايل هي غنى عساف. اهلا وسهلا بيكي في لايف ستايل. هاي غنى. هاي. اهلا وسهلا. ثانك يو. يو لوك اميزنج توداي. ثانك يو سو ماتش. وانت كمان. ثانك يو. بدي اسالك، انت اخصائيه تغذيه بس بتحب الفن كتير، وبنشوف عندك الطبخ سريع وفن الطبخ قصدي، وبنشوف عندك ريسيبيز هيلثي على وسائل التواصل الاجتماعي. فيك تخبرينا كيف قدرت تقنع الناس يحبوا الاكل الصحي؟ 100%. مثل ما قلتي انا اخصائيه تغذيه واشتغلت اخر 10 سنين مع اشخاص بدهم يهتموا بوزنهم او صحتهم. الكومن ثينج اللي كانوا يقولوه الكل انه الاكل الصحي مش طيب، واتهم الاكل الصحي انه منه طيب. هم قالوا كده؟ هم قالوا كده وهو مش صح، بس انت اول واحد منهم. لانه صراحه انا كنت اعطيهم ريسيبيز لماي كلاينتس ويجربوها ويتفاجئوا. هلا نفس الشيء مع ماي فولوورز على الانستغرام والتيك توك، بيبعثوا لي كومنتس انه ما معقول شو طلعت طيبه، بطريقه اصح يعني قد ما فينا بنجرب نظبطها صحيه. اوكي حلو. هنا انا دحين اقتنعت انه الاكل الصحي طيب. لا بس في هذه اللحظات ترى انا عارف ايش اللي نادر قاعد يفكر فيه، قاعد يفكر بشيء واحد بس، هو ايش حنطبخ اليوم. والله فاهمني، والله العظيم انت فاهمني. ونخش في الموضوع، ايه هي المكونات والمقادير؟ اليوم حنعمل اول شيء جرانولا. الجرانولا بدها الاوتس، حنستخدم كمان اكيد اللبن، حنحط عسل، حنحط ميبل سيرب، واللي بدكم انتم بتحبوه كتوبينج بنحطه كتوبينج. حطوا كله، بنحب كل حاجه. هيدا اول وصفه. جريت. فينا نبلش اذا بدك؟ يلا بنبلش سوا. انت يوجوالي بس تخترع هيك طبخات جديده او تجربي ريسيبيز بطريقه هيلثي مثل ما كنت عم بتقولي، مين اول شخص بتذوقيه؟ هلا حرام، اول شخص بيذوق هو جوزي. حرام. وببعت للماما. بس لا عم يزبطوا الحمد لله، وكثير مبسوط مني. جود. هيز ماي جريتست سبورت الحمد لله. ده ايه اللي بتحطه؟ الله يخلي لك اياه. هيدا الاوتس انستنت اوتس، سو بدنا نحطه بس لحتى نحمصه شوي، بس بدنا نحط معه عسل اللي هو حيعطي الطعم الطيبه والقرمشه، وميبل سيرب كمان بيعطي حلاوه وهيك نكهه غريبه شوي. ميبل سيرب. غنى. نعم. سؤال كذا، ايش في اكله غير صحيه؟ شوفي غير صحيه ما تقدري تقاوميها. والله في كتير. هلا مش لانه اخصائيه تغذيه انا باكل كل شيء، هو المهم بالحياه التوازن والاعتدال. بس هات لفكر بوحده، فرايد جريل، مش جريل، فرايد تشيكن برجر. فرايد تشيكن برجر. لا انا مش هيغمى عليها دلوقتي. ومش هنا. لا انا هلا عن جد اذا حدا ماي فولورز عم يحضر بيعرف انا فيل قد ايه على السوشيال ميديا بفرايد تشيكن، يعني بقوم كل يوم نزل لهم ستوري، هاي جايز على بالي فرايد تشيكن. بس ازنت ذا بيست يعني صراحه. ات از، ثانك يو. ودلوقتي ايه اللي هنعمله تاني؟ شو بدك اعطيك؟ بدك ساعدك بشيء؟ فهلا بس بدنا نحمصهم شوي. وحارجع اسكب لكم وانتم بتقولوا لي شو بتحبوا توبينز. يلا. هلا هيدي كثير حلوه كوصفه، اول شيء لفطار يعني فطور يعني ترويقه بالعربي اللبناني نحن بنقول، لانه بتعطي طاقه، بتعطي كل الفيتامينات والمعادن الغذائيه الضروريه للصبح يعني افتر نايت فاست. وكثير مهمه هلا لانه جاي شهر رمضان المبارك كفكره لسحور. لانه بتعطي كمان كالوريز من اشياء صحيه، بنفس الوقت فيتامينات ومعادن، بتحسسنا بالشبع وقت اطول. أوكي. وبنفس الوقت ما بنعطش منها كتير. بس في نقطه انا بصراحه بفطر بيها بس. نعم. في رمضان اتسحر بيها؟ انا بتسحر في رمضان اكل كتير. اكل كتير بدك تعطش بالنهار وتتعب، انتبه يعني دي هتخليني ما بقاش جعان طول اليوم. لا هلا بتحس حالك عطشان اكثر من جوعان. اوكي. بس انا على الانستغرام بيعرفوني الفولورز انه على طول بحط لهم تيبس كل يوم، تيبس لأشياء خاصة برمضان، هيك أشياء صغيرة يغيروها. مثل مثلاً حاعطي إكزامبل، اللي بيشرب كتير قهوة واللي معود على الكافيين يبلش يخفف من قبل شهر رمضان تقريباً أسبوعين. أوكي. لأنه هيك بيوصل هو صايم ما بيكون متضايق، الويدرو بيكون يعني بلش يتعود عليه، يتعود الويدرو والإفكت بيكون أقل بكتير. هلا انا بحمصهم وقت على بدهم تقريباً 5 دقايق. أوكي. بنعلي شوي النار، ما بياخذوا وقت، ودغري بنحط معهم اللبن. فيكم تستعملوا الجريك يوغرت اذا حدا بحب الجريك يوغرت، اتس وان اوبشن. وفينا اللبن العادي. هو بيأثر اذا في فليفرز مع الجريك يوغرت ولا لا؟ بالعكس، ساعتها فينا نقلل من التوبينجز. من التوبينجز سو بيكون اخذنا الفليفر من اللبن. اوكي. وهذا تقريبا كم كالوري لنبلش تقريبا اذا عم نحط يعني تقريبا ربع كوب جرانولا من هاي مع تقريبا شي نص كوب لبن والتوبينجز 200 250 كالوري. اوكي. هذا الشيء عشان هيك الترويقه كثير منيحه والسحور.